وأنا أوعدكم إن الانتخابات اللي جاية هتكون أنزه انتخابات في الثلاثين سنة اللي فاتوا. هتكون منتهى الجدية ومن غير أي ضغوط، لأن هو ده المبدأ اللي إحنا أسسنا بيه الحزب من أول يوم. منتهى الصدق، منتهى الشفافية. آه رشا، عرفت حاجة؟ زي ما حضرتك توقعت بالظبط، قصة حب معقدة مفيش أي حد يعرف عنها أي حاجة غير أنا وأنت ونشوى وبس. قصة حب معقدة، حلو معقدة. أنا توقعت معقدة. بس كويس إن إحنا هنمسك نقطة ضعف عند الواد اللي اسمه حرب ده، يعني نقدر نستغلها في الوقت المناسب ده لو فكر في أي لحظة إنه يلعب بديله. رشا، أنا عايزك أنت ونشوى تتابعوا الموضوع ده بس من تحت لتحت من غير ما حد يحس. طبعا يا باشا. بالمناسبة الموضوع بتاع نشوى ده ينزل في العدد اللي جاي. طول عمرك صاحب واجب يا باشا. ألو؟ أيوه عزيز بيه، سبحان الله، ده أنا كنت لسه بتفرج عليك في التلفزيون، كنت منور الشاشة والله. لا لا لا، ده أنت قلت كلام رائع. أنا بكرة إن شاء الله هنشر كلامك كله في الجريدة عندي وفي الصفحة الأولى تحت منشط الصدق والشفافية شعار المرحلة القادمة. لا العفو يا باشا، ربنا يخليك لينا ولمصر كلها، ده إحنا بنفتخر بيك في كل حتة. بكرة الصبح خير يا باشا. لا لا طبعا ما عنديش اي مانع، هكون قدام سعادتك في الميعاد بالظبط. مع السلامه. مع السلامه يا عزيز بيه. خير يا باشا؟ عزيز بيه كان عايز ايه؟ عايز يقابلني بكره الصبح ضروري. ما قالكش بخصوص ايه؟ ما قالش، بس صوته وطريقه كلامه مش مطمناني. واحنا مستعجلين على ايه؟ بكره مش بعيد، بكره هنعرف ونفهم كل حاجه. بقولك يا داني. هاي داني، انا هروح انا خلص حساباتي مع الزنبي. طب ماشي، روحي وارجعي على هنا تاني. لا، ما انا هخلص واسبقك انا على البيت علشان لازم الم حاجتي كلها، عشان انا ان شاء الله من اول بكره انا ارجع الحته تاني. طب اقول لك ايه يا بنت؟ اوعي تنامي يعني من غير ما تسلمي عليا، اوعي تتلقي الاصل. لو جيتي لقيتيني نايمه ابقي صحيني. ماشي دعاء. يلا سلام. سلام. هو عزام بيه مش هنا ولا ايه؟ عزام بيه مش هنا، اضطر يروح العوامة، عنده مصلحة مع ناس هناك، وقال لي أول ما توصلي أخدك أوصلك عنده. العوامة؟ أيوه العوامة، قال لي أوصلك على عنده هناك، عايز يخلص حساباته معاكي. طب أنا هروح أقول للبنت دنيا عشان تبقى عارفة. مفيش داعي على إيه؟ هي مسافة السكة، هنروح ونرجع على طول، وبعدين قلت لك مع ناس مش هطول معاكي كتير. طب يلا بينا عشان ما نتأخرش. وقال لك رصيف كام؟ 53 او 54. طب خش الشمال اللي جاي ده. عفارم عليك يا ده زين، بس النبي المره الجايه بالهداوه شويه لاحسن انا بتخض. طب خش خش.
مساء الخير يا مساء. مساء النور يا عادل. رجعت امتى؟ من شويه. ايه اللي اخرك ده كله؟ اصلي اضطريت اخدها للدكتور، وانت عارف بقى عيادات الدكاتره والمواعيد والزحمه. الدكتور قال لها ايه؟ قال لها السكر زياده والضغط عليه شويه. وهي عامله ايه دلوقتي؟ الحمد لله احسن. طيب كويس. بقول لك يا عدلي، انا متهيالي كده بقى ان انا لازم افوت عليها كل كام يوم علشان ابقى اطمن عليها. اشمعنى؟ يا عدلي دي امي، وبعدين دي ست كبيره وملهاش حد غيري. هنشوف هنشوف. بقول لك ايه؟ انا ميت من الجوع. هطلع اخد حمام وانزل، يا ريت فتحي يجهز العشاء. امرك يا عدلي. بيقول لك ممنوع الدخول، هنعمل ايه دلوقتي؟ همك اول اليافطه دي؟ مش القصد يعني، بس افرض حد شافنا جوه. يبقى مش لازم حد يشوفنا يا زين. يلا. اتفضل. ايه ده؟ امال فين الناس اللي انت بتقول ان عزام بيه قاعد معاهم؟ الظاهر عليهم لسه ما جوش. اقعدي استريحي بقى لما ادي البيه خبر بس. يا نهار اسود ومنيل، ده هنلاقيه فين في وسط الغابه اللي احنا فيها دي؟ بقول لك ايه؟ انا احسن حاجه انا اروح من هنا وانت من هنا وربنا يسهل. حربي؟ ها؟ هو البتاعه دي رقمها كام؟ 3225. اوعى تنسى يا زين. طب بقول لك ايه؟ بقول لك ايه؟ خلينا مع بعض احسن. يا زين انت خايف؟ يا جدع انت عيب عليك، انت بتعرف عني كده؟ يا ابني انا فوت في الحديد. بس انا قصدي يعني خلينا مع بعض، بدل ما انت تروح من هنا وانا اروح من هنا وانتوه من بعض في الاخر. مش هنتوه يا زين، مش هنتوه. ماشي يا عم حربي، ما نشوف اخرتها معاك. ازيك يا دعاء؟ اهلا يا عزام بيه. اهلا اهلا يا حبيبتي، اقعد استريح. حاضر. ها اخبارك ايه، كويسه؟ الحمد لله نحمده. ها اعمل لك كاس معايا؟ لا شكرا، ما سعادتك عارف ان انا ماليش فيه. يا حبيبتي كاس واحد مش هيعمل حاجه. والنبي معلش شايفيني. لا 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 لا، ايه انت عايزه تكسفيني ولا ايه؟ معاش ولا كام، بس يعني اصل مفيش لا اصل ولا فصل. خد يا حبيبتي. ها اخبار زين ايه؟ الحمد لله كويس الحمد لله. ها وقررتوا تتجوزوا امتى؟ يعني ان شاء الله كده قريب، يعني قريب لما الظروف تسمح ان شاء الله. والله هتوحشينا يا دعاء، بس هنعمل ايه بقى عشان خاطر سيزين؟ معقول يا دعاء كاسك زي ما هو ما خدتش منه ولا بق؟ ما قلت لحضرتك والنعمه ماليش فيه. لا ما ينفعش، الليله دي ليله الوداع ولازم نحتفل بيكي، واللي هقول لك عليه تنفذي بالحرف الواحد. يلا حبيبتي بق. وحش. لا يا حبيبتي جربي بس للاخر 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 للاخر. ايوه. محمي قوي يا حزام، بخس عليك. في الاول بس، بعد كده هيبقى حلو قوي. برعي كاس تاني للانسه دعاء. حربي حربي. ايه يا زين؟ لقيته. عفارم عليك يا ده زين، امسك نورلي. Thank you.
خد يا دودو. لا 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 انا دماغي اتقلت ولسانيك ومش حاسه بنفسي اصلا. ولو قلت لك عشان خاطر يا حبيبتي. لا النبي على ذنبي خلاص بقى كمان انا لازم امشي عشان انا كده كتير. لا تمشي تمشي تروحي فين يا حبيبتي؟ لا لا يا حبيبتي بصي انت عشان تعبانه انا هقول لك تمشي ازاي من غير ما تاخدي المكافاه بتاعتك وفلوسك وغير جوازك. صح صح. طيب بصي هقول لك حاجه شكلك تعبانه. بص انا هقول لك هخلي دنيا هي تجيبهم منها. وليه دنيا يا حبيبتي؟ ليه دنيا بس وانت موجوده؟ بصي انت هتطلعي فوق تخش الحمام تغسلي وشك علشان تفوقي، وبعد ما تفوقي هتخشي على الاوضه هتلاقي الكومودينو جنب السرير، هتلاقي في ظرف في فلوسك والمكافاه، وفي لفه تانيه في هديه جوازك هتاخديهم يا حبيبتي، وبعدين هخلي برعي يوصلك للبيت. واخده بالك؟ اصل انت شكلك تعبانه قوي وانا جايلي ناس بصراحه ومش عايزهم يشوفوكي وانت في الحاله دي. خلاص يا حبيبتي اروح بقى. طبعا هتروحي على طول. ماشي. يلا حبيبتي. كويسه. طيب برعي علامة اكس مش كده؟ طب يا معلم استني ايه؟ ما تيجي نخش نجيبه. استعنا عشاء بالله. انا اللي هقدمها لك بنفسي. يعني ايه انت بتقوله ده؟ يا بت سيبني. الله انت هتعيش عليها دور الشرف ولا ايه؟ ولا انا مشبهش الجربوع بتاعك اللي اسمه زين؟ بقول لك سيبني. اوعى. انا سيبك فين؟ بقول لك اوعى. يا بنت الكلب. ابوس ايدك. لا ابوس ايدك. لا ولا بلا.